مبادرة رد المعروف دي تعاون بين وكالة وزارة مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، طبعا ممثلة دكتورة علاء عثمان، دكتورة رامي السيد، دكتورة صابرين السقا، دكتورة دلال علي، دكتورة أشجان، طبعا فريق كبير جدا. دي تعاون بين المجتمع المدني ومديرية الشؤون الصحية. في مبادرة تانية هاند ميد أليكس، دي إن شاء الله لخلق فرص عمل لفنانين هاند ميد بالإسكندرية. بس التنويه، ويا ريت اللي يقدر بيعمل حاجة للمجتمع المدني، يا ريت يعني يا ريت، ده دورنا. البرنامج أساسا اجتماعي خدمي مساعد، برنامج إن شاء الله جريء، اللي عنده أي طلب أي حاجة أي فكرة أي حاجة دعم للمجتمع المدني يتفضل، أي استغاثة. طبعا البرنامج إن شاء الله برنامجكم ومكمل بيكم. شكرا جزيلا، وتفضل ابني أستاذ محمد قاسم. شكرا يا أمي، ربنا يخليكي. حضرات السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم معنا في أولى حلقات برنامجكم الأسبوعي كلام من الآخر. إحنا فكرنا وقررنا بعد ما استخرنا ربنا وعقدنا العزم إن إحنا نعمل عمل إعلامي الهدف الأسمى منه خدمة المواطن المصري في الشارع. هنسلط أضواء كاميراتنا على أي حدث أو أي ظاهرة رأي عام تهم المواطن المصري في الشارع، ومن خلال مراسلينا اللي متواجدين في كل مكان في مصر هننزل هناخد تقارير حية من المواطنين في الشارع. وفي سياقنا الإعلامي وتحقيقا للرسالة الإعلامية السامية، وفي ظل عصر الحريات وحرية إبداء الرأي اللي عهدنا منذ بداية تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية القيادية لمصر وللمصريين، إن احنا نعبر عن رأي المواطن في سياقنا الإعلامي ونقدم خدمة جماهيرية للشعب المصري كله. برنامج كلام من الآخر برنامج سياسي اجتماعي اقتصادي طبي رياضي توعوي. بيسعدنا ان احنا لأول مرة، وخصوصا ان فكرة العمل كلها قائمة على مجموعات عمل شبابية، ان احنا نتصدى لقصة الشباب. الشباب موضوع كبير جدا عشان نتكلم فيه، احنا عايزين عديد من الحلقات، حلقات كتيرة جدا عشان نتكلم عن الشباب، نتكلم عن تحديات العصر، نتكلم عن دور الشباب الفعال ومشاركتهم في العمل العام، نتكلم عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب، حرصه الدائم على وجوده بين أبنائه شباب مصر من خلال المؤتمرات ومن خلال الحوارات البناءة ومن خلال نموذج محاكاة الدولة، وأمور كثيرة جدا هنتناولها النهاردة مع بعض في إطار حلقة اليوم. ولو تكلمنا عن الشباب، حابين جدا إن احنا نقدم نموذج مشرف لشباب مصر، وخصوصا إنها تجمع بين الصفتين، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لشباب مصر ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية. الدكتورة أمل جابر، أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتورة معانا. دكتورة أمل جابر مدير التسويق بشركة سيدكو للأدوية، وهي نموذج مشرف جدا من رواد العمل المجتمعي، مش هنقوله في القاهرة بس، لا ده في القاهرة وفي سائر محافظات مصر. ليها عديد من الأنشطة سواء من إطار المبادرات الموجهة من الدولة أو الفعاليات المجتمعية اللي اتعملت على نفقتهم الشخصية واستعداداتهم الشخصية من خلال مساعدات أهل الخير ومن خلال المحبين للعمل العام. أهلا وسهلا بيكي مرة تانية دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. يا ريت حضرتك تشرفينا أنك تعرفي نفسك تعريف تفصيلي لحضرات السادة المشاهدين. أولا أنا سعيدة جدا حضراتكم استضفتوني في أولى حلقات البرنامج، ده شرف لي حقيقي. أنا اسمي أمل جابر، أنا مدير علاقات التسويق بشركة سيدكو للأدوية. تدرجت في الوظائف، أنا خريجة 2009، اشتغلت من أول تخرجي في شركة سيدكو. هنا يعني شركة سيدكو لأن صرح دوائي كبير في مصر والشرق الأوسط، طبعا معروفة. تدرجت فيها منذ أن اشتغلت كمندوب الدعاية الطبية، وبعد كده اشتغلت كمدربة تدريب جوه الشركة، وبعدين تدرجت فيها في وظائف الموارد البشرية لحد ما وصلت في CSR اللي هو Corporate Social Responsibility، دور الخدمات المجتمعية في الشركة. والحقيقي أنا كنت بحاول بجانب العمل بتاعي أن أنا ما يكونش العمل بس الميداني، لا أنا تدرجت في العمل الأكاديمي، والحمد لله حاصلة على دبلومة الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية، وماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية البحرية بإسكندرية عند حضراتكم، والحمد لله دبلومة التدريب من الجامعة الأمريكية أيضا، ودبلومة المايكروبيولوجي. فحاولت أجمع في كل التخصصات، لأن الفكرة أن دلوقتي مجتمعنا، والحمد لله توجهات سيادة الرئيس، أن النظرة للشباب
الوضع طبعا. حاليا اختلف خالص عن زمان، ان نظره الشباب هو القائد، هو اللي بيقول عليه الكتروموتيف باور، القوه الكهروميكانيكيه اللي احنا بنمشي بيها ونقدر نمي بيها مجتمع. فالحمد لله احنا حاليا شغالين على مستوى الجمهوريه كلها، شغلي بس مش ماسك القاهره، لا انا بوصل لحد اسوان، وبنتبرع كمان لبعض الادويه للقوافل اللي بتعملها جامعه الازهر خارج الجمهوريه. يعني شغلنا عامه مش بس ماسك القوافل الطبيه، احنا السنه دي عاملين ما يقرب من 120 قافله طبيه على مستوى الجمهوريه تجوب كل انحاء الجمهوريه. حلو خالص. تبدا من مدن القاهرة ومحافظة القاهرة والجيزة للقرى الأشد فقرا واحتياجا داخل المحافظات في تضامن وتضافر العمل المجتمع الوطني كله. دي كانت إحدى توجيهات سيادة الرئيس في المؤتمر العام السابع للشباب. بالظبط يا فندم، وفعلا احنا تم تطبيقه بشكل فعال جدا. احنا عندنا رئيس مجلس الإدارة دكتور محمد خطوب، له كل التحية والتقدير. طبعا يا فندم، ودكتور رأفت عبد الحليم رئيس القطاع التجاري، ودكتور أشرف حمدي مدير التسويق. يعني أنا تحت قيادتهم الصراحه، بدون قيادتهم وبدون ان يبقى معاك فريق عمل بيدعم الشغل المجتمعي بشكل فعال، مش هتقدر توفر كل احتياجات المناطق دي. خلوني اكتر اكون واضحه في شكل التفاعل اللي احنا بنقدر نعمله. احنا بنقوم بعمل قوافل طبيه بنشارك فيها بكافه الادويه للتخصصات المتاحه. ما بنبعتش مجرد عينات مجانيه، احنا بالزبط. بنبعت برودكت كامل. وانا اشهد بقى مبادره رد المعروف، مبادرتنا في اسكندريه. طبعا طبعا انا اشهد لك فعلا. يعني دكتور امل، طبعا لو هنعود قاعده بسيطه كده لموضوع حلقه اليوم، تمام، الشباب والمشاركه الفعاله تمام. في العمل العام وتحديات العصر. اكيد طبعا لا ينكر احد ان منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤوليه منذ عام 2013 ولم يشهد الشباب دعم دائم من قبل سائر مؤسسات الدولة المصرية بقدر اللي احنا شايفينه واللي احنا لامسينه واللي احنا حاسينه واللي انا استفدت بيه وحضرتك استفدت بيه واعداد اخرى من شباب مصر في سائر محافظات مصر استفادت من دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحب نعرف من حضرتك دور الشباب في العمل المجتمعي واهم النقاط اللي ابرزت دور الشباب في العمل العام. تمام. طبعا دور الشباب زي ما قلت لحضرتك، احنا بس مش بندعم مثلا كادويه، احنا بننزل نفسنا نشتغل جوه العمل العام. يعني انا بنزل القوافل بنفسي مع فريق عمل متكامل، نقدر كصيادله ان احنا بنطلع الادويه وبنقدر نعرف احتياجات كل قافله طبيه ايه، بنقدر ننزل نعمل حاجه اسمها اويرنس كامبين. انا بس مش بشتغل في الطب العلاجي ان انا بستنى المريض يتعب علشان اديله الدواء، انا بستغل القوافل الطبيه في عمل حملات التوعيه الطب الوقائي، ان احنا عايزين نقلل اصلا من وجود الامراض، نقلل بعض العادات السيئه اللي في مجتمعنا لسه متراكيه في بعض المحافظات والقرى، وتسمحوا لي لو اقول عليها العنف المجتمعي طبعا. نوع من انواع ختان الاناث العنف المجتمعي طبعا. نوع من انواع الزواج المبكر النجد. وفي القرى ان انا بلاقي طفله عندها 13 14 سنه متزوجه ومعاها طفل بتربيه، فهم طفلين حقيقه، يعني طفله بتربي طفل طبعا. نوع طبعا. من انواع الـ مش هقول الجهل، بس محتاج توعيه في النظم الغذائيه. احنا تقريبا الاطفال في مصر بتعاني من سوء التغذيه، لان انت دلوقتي ما عندكش برامج تعرضها للناس، فبنعرفهم ازاي الناس تقدر ترجع تاني للطب العلاجي والطب الطبيعي. فكل الحملات دي بتقدر تساعدنا ان احنا نقدر نقف على ارض قويه، مش بس في مجال ان انا بعالج، لا في مجال ان انا اقدر اوعي الشعب واوعي الاجيال اللي طالعه بقيمه العمل الميداني والعمل التطوعي. علاوه على ذلك ان طبعا العمل التطوعي ده سبحان الله رساله الانبياء والرسل، يعني صحيح. رساله ساميه. العطاء ده من اسعد، يعني من افضل الحاجات اللي بتحسس حضرتك شعور بالسعاده. عمل ليه قدسيه وليه وقار، يعني طبعا. مش هيحس بيه غير اللي يكون اشتغل فيه فعليا، انك حضرتك وهي سلسله من السعاده. حضرتك بتنزل تبدا الخطوه بفكره، بتلاقي سبحان الله ربنا بيسخر لك من كل الاماكن الناس اللي بتقف في طريق الخير وبتقف في طريق العطاء، وبتفضل السلسله الى لا تنتهي الى يوم القيامه. الطبيب عموما والصيدلي وكل اللي شغال في القطاع الطبي والسماعه وروشته وكده، يعني احنا انسان اساسا في بدايه ده عملنا اساسا. يعني حتى لو ما كان مجرد تبتسم كطبيب كصيدلاني اي حد، طبيب الاسنان مجرد انك بتخشي له دكتور السنان وبتلاقيه بيبتسم، بتاخدي امان صح، بتسلمي له نفسك. ده حقيقي، ده حقيقي. دكتور الجراح دراسة أثبتت ذلك في 2002 لما عملوها على بعض المرضى اللي بيعانوا
من الامراض المزمنه زي السرطانات والابار اللي في علاج، ابتدوا يخلوا الناس دي تشترك في مشروعات علاجيه وتنزل في اعمال خيريه تطوعيه، وجدوا ان اعراض المرض والالم بقت تقل عندهم. فلما ابتدوا يكتشفوا لقوا ان هرمون السيروتونين بتاع السعاده ابتدى يزيد، هرمون التوتر الكورتيزون ابتدى يقل، ابتدت الناس دي فعلا اعراض البين تروح. فلما اكتشفوا ان فعلا العمل المجتمعي ده بيخلق عند الانسان طاقه بتقدر تخليه تو اوفركم، يتغلب على الالم اللي بيشوفه. خلينا نكون واقعيين، احنا حياتنا كلها مليانه تحديات وصعوبات، فاحنا محتاجين الباور دي من نفسنا. عشان كده في حكمه كده لحكيم صيني اسمه لاوتسو، لاوتسو بيقول راقب كلماتك لانها ستصبح افعالك، وراقب أفعالك لأنها ستصبح عاداتك، وراقب عاداتك لأنها ستكون شخصيتك، وراقب شخصيتك لأنها ستحدد مصيرك. يعني كلامي اللي جاي من أفكاري هو اللي هيحدد مصير حياتي. فإزاي أنا أقدر أعمل لنفسي حاجة اسمها سيلف موتيفيشن، أطور من نفسي، أقدر أعمل شيء يقدر يفيد نفسي ويفيد مجتمعي، أقدر أكون إضافة، لأن ربنا وجد كل إنسان لحكمة في الدنيا دي. صحيح. حتى ذوي القدرات الخاصة، مش هقول ذوي الإعاقة، لأن ربنا داهم قدرات أكتر مننا تختلف في حاجة تانية. فسبحان الله ربنا قالها في كتابه العزيز، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم تمام يا حبيبتي. عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية منذ عام 2013، أنا بسميه من وجهة نظري كشاب مصري عايش على أرض هذا الوطن، متابع لجميع الأحداث وجميع الأجواء السياسية بتغيراتها بتقلباتها بأجواءها الداخلية والخارجية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، أنا من وجهة نظر يا دكتورة أمل أنا بسميه عصر المبادرات. مبادرة ابدأ انطلق، مبادرة ابدأ انطلق، مبادرة الكشف على فيروس سي اللي تصدت ليها في المجتمع السكندري، كان من ضمن القائمين على العمل فيها الدكتوره داليا غبريال. يعني الدكتوره داليا غبريال على فكره يا جماعه من رائدات، بالاضافه ان هي طبيبه وتمثل ملاك الرحمه، الا انها من رواد العمل المجتمعي بمحافظه اسكندريه. اسكندريه كلها تعرف مين داليا غبريال، تواجدها في الجمعيات وفي المؤسسات وفي العمل العام وفي الشوارع وفي الميادين خلاها من رواد العمل المجتمعي في اسكندرية. أنا شخصيا كمحمد أسعد قاسم بتعلم منها إزاي أكون قيادة مجتمعية أفيد بلدي، أفيد المحافظة اللي أنا فيها، أفيد الدائرة اللي أنا ساكن فيها. اتعلمت كل ده من الدكتورة داليا غبريال، وسعيد جدا النهاردة أن أنا معايا نموذج مشرف زي الدكتورة أمل. بالنسبة لعصر المبادرات، أهم المبادرات اللي لفتت انتباهك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنذ بداية سلسلة المبادرات القومية والوطنية وتوجيهاته للحكومة بتفعيل هذه المبادرات، احنا عندنا مبادرات كتير جدا اتعملت، ابتداء من مبادرة الكشف على فيروس سي، الكشف على أمراض سرطان الثدي بالنسبة للمرأة، وكل دي جت توجيهات صريحة للحكومة. عايز أعرف تعليق حضرتك، لأن أنا شايف أن حضرتك يعني إيه مندمجة في المجال الطبي أكتر، فأنا عايز أستفيد من حضرتك النهاردة دكتورة أمل. ربنا يخلي حضرتك. طبعا يعني عشان ده تخصصي وإحنا متخرجين فيه وشغلنا كله في الأدوية، وزي ما قلت حضرتك إحنا تبرعاتنا كلها بتبقى موجهة بالتكافؤ مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة تحت ريادة أستاذة الدكتورة هالة زاد وزارة الصحة، وبيبقى مع الهيئات والمؤسسات الحكومية. فإحنا أوريدي اشتركنا في معظم المبادرات زي مبادرة 100 مليون صحة بتاعت سيادة الرئيس، وبننزل بنشارك. طبعا دي بتبقى محتاجه ادويه كانت شغاله على فيروس سي، فمحتاجه حاجه زي ليفر سبورت اللي هو داعم للكبد، فاحنا عندنا منتج زي ده، فبننزل نتبرع بيه داخل معاهد الكبد، داخل المستشفيات التي تحتاج في وسط المبادرة نفسها. مبادرة الكشف عن أمراض الثدي احنا بننزل فعلا معاهم في حملات التوعية، وحاليا مبادرة ما شاء الله مع وزارة مع مديرية الشؤون الصحية في اسكندرية، احنا مبادرة رد المعروف للجيرياتريك بيشن اللي هم كبار السن، لان الناس دي بتبقى محتاجة تعامل خاص. يعني ما اقدرش انكر انت ليكوا الفضل في تدعيمنا بالأدوية، والصراحة شهادة للدكتورة وشهادة للشركة. الصراحة قبل ما احنا بنتكلم كميات رهيبة بتيجي بتسبقونا على مكان، احنا واخدين دار المسنين، واخدين اماكن المستشفيات، واخدين الصراحه مدعمنا انديه، بنعمل المبادره بنكشف، والشركه ودكتوره ابل بنفسها بتنزلي شهاده. طبعا شهاده للشركه وكفاءتك يا حبيبتي، بتنزلي بنفسك وبتدعمي وتشوفي احتياجك، وقبل ما بننطق بتكونوا مدعمنا. ربنا يخلي حضرتك. طبعا زي ما قلت حضرتك هو الهدف مش ان انا مجرد ابعت الادويه، طبعا لو بعت الدواء من غير ما كان
ادي دوري على اكمل وجه ان احنا ننزل ونتاكد ان المريض ده محتاج الدواء ده، لان ان احنا عندنا بدر مبادره الميس ابيوز بتاع الدرج اللي هو سوء استخدام الادويه. احنا دلوقتي اي طفل بيعيا بنديله مضاد حيوي، بنديله طب ما انا استنى مناعه الطفل، فلازم بنعرف الحاجات دي برده الناس الكبار كذلك، لان في حاجه اسمها دراج دراج انتر اكشن اللي هو التداخل بين الادويه. فما ينفعش مثلا يكون راجل بياخد دواء سكر ودواء ضغط واديله ادويه ثانيه تزود له الحاجات دي، فلازم ابقى في حد عنده الاويرنس والوعي في استخدام الدواء بشكل مماثل. فان شاء الله احنا مع مدارات الريس دايما باذن الله في اي مبادره احنا بنكون سباقين ليها، سواء بيكون جالنا توجيه من وزاره الصحه، الجمعيات الاهليه اللي بتشتغل مع وزاره الصحه، مديريات الشؤون الصحيه، اي حد واي جمعيه بتقوم بعمل خدمي اضافه للناس، لان احنا في ظل الظروف الاقتصاديه اللي بيعاني بيها فعلا الناس لازم تضافر كل الشركات. احنا مش هدفنا فقط الربح كشركه، ليس الربح فقط، دورنا المجتمع لا يقل يعني مسؤوليه عن انتاج الادويه وتوفيرها في المجتمع المحلي. دكتورة أمل، أنا لفت انتباهي حاجة من حديثي مع حضرتك، الحديث الشيق مع حضرتك، يعني أنا شخصيا استفدت من حضرتك دلوقتي، استفدت واستمتعت خلال الدقائق اللي أنا سجلت فيهم مع حضرتك. حضرتك اتكلمتي بروح الجماعة، إحنا 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 إحنا، أنا عايز أتكلم بقى بوجه خاص، بس قبل ما أتكلم أنا ليا نقطة معينة عايز أنوه ليها لحضرات السادة المشاهدين، وأتمنى إن ما حدش يقول عليا إن أنا مبالغ أو إن أنا مثلا بدي الموضوع أكبر من حجمه. يا جماعة، يعني إحنا دايما اتعودنا ومن ضمن تعاليم وتقاليد ديننا الحنيف والأديان السماوية إن إحنا بنقتدي بأنبيائنا وبرسلنا اللي تعلموا الأديان السماوية من قبل الله عز وجل. إحنا عندنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده مش رئيس جمهورية بذاته، يعني إحنا لما بنيجي نتكلم عن الرئيس الجمهورية بكل فخر كمواطنين مصريين منتشرين في سائر دول العالم، إحنا بنفخر إن إحنا رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي. ليه؟ أنا ممكن في نهاية الثلاثينات من عمري وعصرت أجواء سياسية وأحداث سياسية كتيرة جدا، لم أجد رئيس دولة متواجد مع الناس في الشارع على دراية بكل ما يحدث في الشارع المصري، يعلم كل العلم بمدى تألم المواطن المصري، المواطن بيشتكي من إيه، زي بالظبط كده لما نكون كلنا أسرة واحدة مقيمين وساكنين في منزل واحد، كل واحد فينا مطلع على اخوه، مطلع على ابوه، مطلع على امه. يا اخوانا الرئيس عبد الفتاح السيسي كده، الراجل ده لما يعني مبادراته اللي عملها وشعوره الدائم بالمواطن المصري في الشارع، حرصه الدائم على توفير حياه كريمه، على مساعده القرى والاماكن الاكثر احتياجا والاكثر فقرا، مبادرات الخير اللي بدا بيها وحزى على حزوه النماذج المشرفه والشركات الفعاله اللي زي شركه سيدكو وقيادات شركه سيدكو زي الدكتوره امل وفي غيرهم كتير. يعني احنا النهارده شرفنا بوجود الدكتوره امل جابر معانا. لا، في، انا عارف ان مصر ولاده، مصر فيها خير كتير، احنا بنحزو على حزو رئيس دولتنا. ما ينفعش ان احنا الراجل ده يبقى شغال في اتجاه واحنا شغالين في اتجاه تاني. احنا حريصين كل الحرص على دعم الامن والاستقرار المصري على المستوى المحلي، على المستوى الإقليمي، على المستوى العالمي. مصر لن تسقط أبدا في ظل شباب مصر، في ظل رئيس مصر، في ظل جيش مصر، في ظل شرطة مصر، لن تسقط مصر أبدا. أنا آسف أني انفعلت طبعا، سامحوني، بس عايز أرجع لموضوع حلقتنا. حضرتك اتكلمتي قلتي إحنا إحنا إحنا، اتكلمتي بروح الجماعة. لا، أنا بقى يعني عندي كده حاجة شخصية، عايز أسمع بقى الدور الشخصي لحضرتك، دور الدكتورة أمل جابر بوجه عام، بوجه خاص، مش بوجه عام، إحنا اتكلمنا بوجه عام، أنا عايز أتكلم بوجه خاص. دورك في العمل المجتمعي إيه؟ عايزك تكلميني عن نفسك. حاضر، اوكي. يعني هو دوري زي ما قلت لحضرتك، انا بشوف نفسي وسط جماعه، ان شاء الله نعرض فيديو. انا من غير الناس دي، من غير الجماعه ومن غير فريق العمل القوي ومن غير ان انا انزل وسط الناس، انا عمري ما هحقق اي نجاح، لان احنا سبحان الله ربنا خلقنا العمل في جماعه، محدش يقدر يشتغل لوحده. دوري انا بقول لحضرتك زي ما انا مسؤوله عن القوافل الطبيه من اول ما بتجيلي. طب انا هقول لحضرتك على اقتراح صغير، احنا نشوف فيديو بس استعراض كده لنشاط حضرتك المجتمعي وبعدين نرجع نكمل النقطه دي. اكيد يا فندم. حضرات الساده المشاهدين، هنشوف فيديو دلوقتي عن نشاط النموذج المشرف طبعاً لشباب مصر وانسات مصر الدكتوره امل جابر.
ايه يا الشرف ان انا ليا صورتين هنا كده على المبادره بتاعت اسكندريه. اشكر الدكتور علاء عثمان طبعا رئيس المبادره، الدكتور رامي السيد، الدكتوره دلال طبعا استاذتي، الدكتوره صابرين وفريق العمل الرائع، والدكتوره امل. اتفضلي يا حبيبتي. دكتوره امل بعد اذن حضرتك سؤال صغير في عجاله كده، دور الانشطه الطلابيه في دعمهم في العمل المجتمعي داخل الجامعات والكليات ده جزء بقى خاص فعلا بشغلي جدا. احنا بننزل داخل كليات الصيدله، ده تخصصنا، بنعمل ما يقوم به بالتدريب الميداني والتدريب المهني، بنعمل زيارات داخل المصنع عندنا، بنحضر الملتقيات التوظيفيه، ومن انشط الحملات احنا بنقوم بيها مع طلاب اتحاد صيدله مصر EPSF، دول بيقولوا كل صيدله جمهوريه، وان شاء الله يبقى في تواصل دائم معهم في التدريب باذن الله. يا رب. احنا سعداء جدا، وانا فخور جدا 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 ان حضرتك كنت ضيفه لينا النهارده، وهي هتاخد سلسله ان شاء الله بامر الله ان حضرتك تكون موجوده معانا كدعم لينا ودعم لشباب مصر كله. النماذج المشرفه احنا لازم نعرضها، لازم نوريها للناس. طبعا حضرات الساده المشاهدين سعدنا بكم، ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. نتمنى من الله أن نحظى باهتمامكم ومتابعتكم ومشاهدتكم الفعالة والبناءة لينا، وإلى لقاء قادم يوم الأربعاء القادم بإذن الله على الهواء مباشرة من قناة الصحة والجمال، وتسليط الضوء على ظاهرة أخرى من ظواهر الرأي العام اللي تهم المواطن المصري. تابعونا وإلى لقاء آخر الساعة 9 صباحا إن شاء الله. شكرا جزيلا.